اليوم كاين يوم غضب، اليوم 15 افريل، برشا وقفات احتجاجيه بعد غلاء الاسعار، غلاء المحروقات. اليوم حتى المواطنين التوانسه اليوم يقول لك ندوا، حتى احنا نحبوا نعملوا وقفات احتجاجيه احتجاجنا على غلاء الاسعار، غلاء المعيشه، وزيد توا قرب شهر رمضان. كمواطن تونسي شنو رايك؟ والله لوجيك اللي يعملوا فيه بصراحه، غلاء ولا بصفه غريب غلاء، ما عادش المواطن سيرتو المواطن ما عادش بصفه عام باش ينجم يشري، ما عادش في مقدوره حتى مقدور شرائية سيد دهورة حالة المواطن التونسي. بالنسبة للمحروقات زاد زيادة بصفة غريبة ولت فيها، وكل تونسي ما يساعدوش الغلاء هذا بصفة عام، وهو العالم أجمع راهو ما يساعدوش في الغلاء هذا، غلاء بصفة غريبة راهي ولت في تونس. أنت كمواطن تونسي مستعد تقف في وقفة احتجاجية على غلاء الأسعار وتقول ما عادش حاجتي اليوم؟ مستعد ال 24 على 24 باش نقف على الاحتجاجات هذيا ونقف معاهم ونندوا على حكاية ارتفاع الأسعار مع قدوم شهر رمضان. بصراحة مواطن ما عادش في مقدوره باش ينجم يشري، سيرتو بعائله، بعائله ما عادش ينجم، كرا ما ذو ذو زاد برسك 100%، الماء زاد، المحروقات زادت، فهمت؟ المعيشه زادت زاد بصفه عامه، تخليها في الصوم تقوم الصباح تلقاها بري زاد وحده، فهمت؟ بصفه غريبه بصراحه. كل تونسي انا بصراحه نقولها، كل تونسي ماذا به يقف وقفه، ووقفه صحيحه خلي العباد الكل تفهم رواحها وتنقص الاسعار. شو مازال وريتي لنا نتشو يكثر الضوء من شيره، الماء من شيره، الكل كل شيء، وانت تمشي بالوحده شو اللي مازال تشو اللي فيه طول الوقت المواطن طول اللي يمشي يتحدث وحده شو اللي مازال اختي هيك تشوف شو مازالت انت ناويه حاجه اخرى لك وربي يدي تقف وقفه مع المواطنين تحتاج على الاسعار نقف مع الناس الكل بطبيعه ماني انا بيدي مواطن يا اخي ايه اللي في الحكومه مو مواطن هو بيدو يا اخي شكان هو قبل ما يشد الحكومه مو كان مواطن يلاه كان مواطن يسمو يشوف ويحس بالمواطن مش هكيكا مش فايده في الكرسي مش فايده في الكرسي يسمو وقت يقعد في الكرسي يعرف شنو هو الساعه قدامه خاطر فما بعد فما سؤال كلنا مش نسالو كل واحد مش يتسلى على الرعيه مش مهم لها راه اختي كل حد مش يتسلى ولهذا كلها مش تخلص ما تخافش تو يجي النهار ما تخافش فهمتي وضعيه سخونه راهو ترابها لتونس ما تخافش فهمتي سجل الكل حط كل عادي الكل ما يسالش ما خاف كان من ربي انا ما عنديش مشكل وراس اختي انت توا كي خطفتني خطفتني بالسخانه خاطر انا ديجا نغلي من داخل كيلو سردينه ب 6000 اليوم 6000 فرنك فهمتي تحط كعبه بطاطا وكعبه فلفل وقرن فلفل وكعبه طماطم وبصله فهمتي وشويه زيت معاهم وحده تعمل سلطه خضراء وكعبه ولد قمره والقمره تطلقها ب 3600 واحسب واعمل باكيت معاها وشوفها بقداش تتكلف سيلش تلقى كل شيء موثق راه غلاء المعيشه وغلاء الاسعار مش يمس تونس كامله يعني يمس العالم كله في جميع البلدان اللي تصير فيها يعني اضطرابات ولا تغيير نظام فما مده معينه ما يقعش فيها استقرار لا مادي لا اقتصادي لا سياسي فتتمخض عنه يعني زيادات وربما العمله بتاع اي بلاد تنهار نتيجه لعدم تجاوب الاقتصاد مع الحيثيات العالميه فكذلك تونس في هالايام تمر في نفس الشاكله فارتفاع الاسعار في المحروقات وغير المحروقات يعني نتيجه حتميه للوضع الراهن انما ربما بعد ما الازمه هذه تنفرج ربما يقع مراجعه الاسعار وترجع الامور نصابها ولو احنا في تونس عمرنا ما شفنا انه توقع تراجع في اي سعر كان سواء في محروقات او في مواد غذائيه لكن ربما الدينار التونسي يتعافى اقتصاديا ويشد روحه وربما يسترجع وتولي ربما حتى الاسعار بالمقارنه للدخل الخام للبلاد ربما تكون مناسبه والطاقه الشرائيه تتعدل نسبيا. الدنيا غليت كلك انا متقاعد ناخذ في 370 دينار وبنتي ماخذه الماتريس انجلي ومريضه مسكينه مريضه من عام 2009 وهي مريضه ما شادتش خدمه بكل فهمتي وغلاء المعيشه الفلفل غالي مطم غاليه الحوت هذاك نشوفوها كيكا وبرا فهمت عندهم الحق باش يعملوا احتجاجات بسلميه يعملوا احتجاجات سلميه وكل شيء وليسانس غلاء وجميع النواحي وعند حق البلاد يلزم يتوقفون الرئيس نتاع الحكومه هذا يلزم يتلهى بالمواطن وكذا وكل شيء والانتخابات هذه يلزمها الانتخابات هذه يجينا رئيس اللي يرفق بينا معناتها انا عمري توا 77 سنه معناتها مريض عندي السكر والدم وبنياتي معناتها زوز مترسين واحد اقتصاد الصرف بطاله ب 370 وقاعد نعيش في والمراه عندها السكر وعندها الدم وعندها جميع النواحي ما خلطناش طهرت ب 20000 ما تعمل شيء طهرت ب 10000 ما تعمل شيء الفلفل غلات الطماطم غلات ما خلطناش حتى على شيء والماء والضو زاد غلاء جميع النواحي
عنده الحق المواطن يحتج ويمشي، ما يحتج سلمية. أنا واحد من الناس 77 سنة عندهم الحق، فهمتي؟ كنا عايشين، كنا معناتها قبل عايشين بالقدا، عايشين بجميع النواحي، معناتها كنا عايشين معناتها بجميع النواحي. تو ما فما شيء، نخزن الشيء شيء شيء، ما عاد حتى شيء معناتها رخيص. قفة المواطن من الزوالي ما عادش عايش حتى على الخبز، مش ياكل الخبز الشايح. ولهذا نطلب من رئيس الجمهورية ونطلب من الحكومة ونطلب من رئيس الحكومة نتاع الشاهد يتلهى بينا وتلفظ لنا، ومعناتها جميع وجيه الانتخابات معناتها جميع النواحي ويتلهوا بينا ويجي رئيس اللي يرفق بالزوالي، فهمت؟ وتونس، تونس راهي باهية، تونس تحيا، تونس تونس غالية العزيزة تونس، برشا ناس ماتت مناضلين على خاطرها، فهمت؟ أنا لول نظلت معناتها عمري 3 سنين قريت في نهج مروق وقت فرنسا، ونظلت ولعيت من عيط وضربوني وقت فرنسا وجميع النواحي، وجبنا الاستقلال وبرقيبة جبنا الاستقلال وجميع النواحي. والله هو هذايا معناها مش غلاء المعيشة شيء عادي، الدولة ما عندهاش معناها إمكانيات باش نجم توفر الأشياء هذه، والطلبات هذه نظرا معناها يمكن لضعف الحكومة والدولة معناها في أخذ القرار أنا بالنسبة لي أنا هذه أشياء عادية، لكن ماذا بينا معناها التوانسة الكل يخدموا والطلبات تجيب في وقتها، معناها إذا كان ثم غلاء معيشة هذا يراجع من تدهور معناها الدينار التونسي وكلفة معناها الإنتاج غليت، هذاك معناها شيء عادي بالنسبة لي أنا. كمواطن تونسي اليوم أكيد معناها مش عاجبك الوضع على البلاد، هل أنه اليوم كي يجيوك المواطنين التوانسة يحبوا شكون يتضامن معاهم في الوقفة نتاعهم ما تقفش معاه؟ لا لا، نقفش ضد بلادين. عليه باش نظام نظامنا احنا هاك شوف بجنبنا معنا ليبيا وتزاير واحنا معنا امكانياتنا محدوده والحمد لله الناس عايشه، لكن تحب اشياء معنا اكثر من الطاقه نتاع البلاد. تونسي لو كان جاي معناها يخدم ويخلص الاداءات نتاعه ويعطي معناها للدوله تو يلقى معناها ظروف اخرى احسن، وهاتش معناها الكثره هذه نتاع الاحزاب وقله معناها الاراده نتاع السياسيه، لانه كل واحد اللي مشد كرسي معناها يعطل الاخر، يحطوا اليد في اليد وان شاء الله ربي معنا. وكاو كدولة نجم تصلح في انديلات، تعمل اصلاحات، ينقصوا في محروقات، ينقصوا في شويه معناها في المواد الغذائيه. كجاي رمضان الناس معناها في انديلات ثم مصروف يولي يزيد، فهمتني؟ دونك معناها واحد ثم امكانيه نتاع الدوله باش تراجع في برشا حوايج، والمواطن احنا هنا نعانوا 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 وتبقى في انديلات ثم معناها الطاقه نتاع تحمل، واحد ما عادش ينجم سيرتان طون ما عادش ينجم معناها يتحمل اكثر منك. ثم ناس عندها عائلات، ثم ناس معناها ملتزمة بكروات، ثم ناس معناها انجازية في بنوك، ماهوش معناها مواطن عنده شهرية كاملة في انديلاه باش تبقى معناها ياخذها كاملة، تاخذها تلقاها في انديلاه معناها واحد، راهي على الأقل إذا كان ما ثماش تمشي منها 70%، هذا المواطنين الكل، دونك معناها يلفوا معناها كريي معناها ريجيم بروجرام آخر باش معناها المواطن ينجم يخلط وينجم يعيش وكهو. ولا عن ستريس، احنا لا توينسا ولا عن ستريس تاع من غلاء المعيشة. والله انا وحده من الناس تو كنت نحكي ولادنا مساكن كيفاش باش يعيشوا فيها تونس هذه، والله ولادنا كيفاش باش يعيشوا فيها، حاله بصراحه ربي معانا وربي باقي الستر على تونس. بيت لي اللحم نجم يوصل 35 دينار توا في رمضان، هو توا غالي، خلي باش يزيد يولي 35 دينار. حاضر نروح رمضان مصروف، والله صعيب صعيب رمضان نخموا عليه، والله نخموا عليه، ولا عندنا ستريس بالرسمي زاد، والله خموا على اولادنا. قال لك اليوم حتى انا باش نعمل احتجاجات ونقول الزينه من غلاء المعيشه معاهم، انت كنت تخرج معاه على احتجاج نخرج انا عمري ما كنت مع الاحتجاجات، اما اليوم لغلاء المعيشه انا مع الاحتجاجات، انا معاهم في كل شيء. بتبيع الشعب فد ما عادش ينجم، بالنسبه حتى للشباب تسدت قدامه برشا افق، فهمتني؟ لازم يلقاو حل أو ما يحطوش كل شيء على ظهر المواطن، نجم الدولة تحمل فيه شوية المسؤولية. كاو شهر رمضان برشا خايفين، يقول لك اللحم باش يوصل 35 دينار. بالنسبة لشهر رمضان إن شاء الله ربي يقدر الخير، اللحم كان وصل 35 دينار يتسمى كارثة، وبطبيعة الزوالي ما عادش فيه معناها كارثة أبسوليومون. كاو كانت تصير اليوم وقفات والمواطنين يعملوا وقفات يعني على غلاء معيشة تقف معاهم؟ بتبيع اكيد نكون في من الاول، عندهم الف حق، اما لكن اش مزيد على الانتخابات ما يعني عندنا فرصه باش نحيوا الهضومه اللي ما يساعدوناش في الوضع هذا، لازم نغيروا بيدينا من غير حتى الاحتجاجات اللي نعاودوا. خاطر شوف انا من رايي، انا نعطي رايك، اذا كان باش نعملوا نعاودوا نوقفوا الاحتجاجات ونوقفوا البلاد مره اخرى
مش مازلت اربع شهور خمس شهور على الاحتجاجات الانتخابات ونعاودوا نختاروا شكون راهو صالح اللي يوصلنا للطريق باهي. تأمل انت جدود دي نجم يصلحوا البلاد؟ ديما مهما يكون ديما اهون شيء خير من شيء، معناها نعطيه فرصه لجديد. مانيش نقول شكون الاحزاب، اما خلي من بعد كي تهبط القائمات والناس تعرف، لكن اللي جربناهم توا هذوما كان ما نمشيش انا ننتخب وننتخبش هذاك وهذاك باش يعاودوا هما بيتهم. تصير وقفه احتجاجيه اليوم مواطنين يقولوا ليه يزينا من غلاء المعيشه تقف معاهم؟ سي نورمال اخي، انا مواطن عادي، انا نعاني فيها معيشه، غلاء المعيشه من المازوت من الليسونس من المواد الغذائيه، توا احنا خادمين على رمضان، معناها الناس كلها عندها حق، اما قصدي معناها ما نوقف ما نعاودوش نوقفوا ونقولوا احنا البلاد واحنا ماناش في وضعيه معناها ما تسمحلناش باش نزيدوا كيما نقولوا فانا نوزوه للاسفل السافلين. ان شاء الله معناها نصبروا شويه وفما انتخابات نحيوا ما يساعدناش كلنا نحيوا. والوضعيه ظاهره معناها ولو كانت مازالت عامين انتخابات انا نقول لك من الناس اللي نخرجوا تو. اما على الاقل عندنا فرصه خلينا نبدلوا وحدنا هكا. حكايه المعيشه ولات معناها فهمت ثم سيدي غلاء معناها فاحش. معناها تو المواطن البسيط مش حتى معناها المتوسط ما عادش معناها سيدي قادر باش يعيش، ونظن الدولة شادة معناها صحيح معناها سواء باش واحد يعمل وقفة احتجاجية والا ما يعملش، على خاطر هذه أمور معناها امبوزي علينا، جاينا من معناها من السيستم الأخر الصندوق الدولي، فهمتني؟ ومش هذا هو الموضوع، الموضوع معناها أكثر من هكا، معناها زيادات أخرى تو جاية، وتو احنا جاينا تو رمضان، وباش تجينا معناها سيدي عيد بعد عيد كبير وبعد دخول تاع مكتب، معناها ماشي امور في معناها بالحق معناها المواطن عنده مخنوق معناها، ونظن معناها الدوله شاده معناها صحيح، خاطر هي تقول لك الدوله عندها ثاني عذر، تقول لك انا معناها سيدي ثم انفلاسيون وانا مانيش قادره باش نعمل كذا، معناها المواطن هو مش شايف فيها ضحيه وكهو.